الصدر يكشف عن مقترحه للأمم المتحدة لمناظرة علنية مع خصومه ويتوعدهم بخطواته التالية. ليست إيران وحدها، لبنان أيضا بانتظار نتيجة محادثات فيينا وسط مخاوف من التصعيد. ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم الشباب على فندق في مقديشو إلى 30، والحدث تفتح ملف الإرهاب في إفريقيا. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأها من العراق، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى انتظار الخطوات التالية لتياره إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق بسبب الفساد والتبعية. وفي تغريدة عبر تويتر، كشف الصدر اليوم السبت عن تقديمه مقترح للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية، أو بالأحرى مناظرة، مع الفرقاء السياسيين وبثها مباشرة، لكنه لم يتلقى إجابة ملموسة من الطرف الآخر، موضحا أن الجواب جاءه عن طريق الوسيط لا يغني ولا يسمن من جوع وفق قوله. الصدر أضاف أن جواب الطرف الآخر لم يتضمن شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أهمية على الإطلاق. في تطورات الملف العراقي أيضا، قال القيادي في الإطار التنسيقي قاطع الركابي أن الإطار لم يطرح بديلا عن محمد شياع السوداني لإدارة الحكومة المقبلة، وأنه مرشح الإطار المتفق عليه، ونفى ترشيح رئيس إحدى الجامعات أو شخصية بدلا عنه كمرشح للتسوية. لكن عضو تيار الحكمة رحيم العبودي تحدث عن أن تغيير الإطار التنسيقي لمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني هو أمر وارد جدا، مستدركا أنه يجب أن يكون مقابل ذلك تنازل من الكتلة الصدرية عن بعض الشروط التي يصعب تنفيذها. يأتي هذا بينما كشف الإطار التنسيقي عن مساعي لإقناع الكرد بعقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان، وذلك للالتفاف على اعتصام الصدريين في البرلمان. دعونا نوضح أكثر الحقيقة عن الحالة العراقية ومدى التعقيد الذي ورثته الحالة السياسية العراقية بعد 2005. فقد دأبت الأحزاب الشيعية المتصدية لتشكيل الحكومة في العراق على فرض شروطها وآلياتها في تشكيل الحكومات وتدخلها المباشر في خيارات الأحزاب الكردية والسنية لمنح الحكومات ثقة البرلمان. هذا الوضع السياسي هو السائد في العراق تحت عنوان المحاصصة السياسية، إذ تفرض أحزاب الكتلة الأكبر شروطها وفقا لآليات فرضتها بعد أول انتخابات تشريعية في عام 2006. لن يحظى أي رئيس وزراء على ثقة البرلمان ما لم يوقع وزراؤه على 4 وثائق هي بمثابة عقد بين المكلف كطرف أول ووزراؤه والقوى الشيعية التي تعرف الآن بالإطار التنسيقي كطرف ثاني، وفقا للآتي: الوثيقة الأولى، يوقع الطرف الأول أي الوزير أو المسؤول طلب الاستقالة على بياض. الوثيقة الثانية، يمنع الطرف الأول أو يمنع من اتخاذ أي إجراء إداري، تعيين أو عزل أو نقل أو غيرها، دون موافقة الطرف الثاني اللي هو الإطار التنسيقي. توقيع الشيك على بياض، وثيقة مالية بحضور شاهدين اثنين يطلق عليهما في العراق كمبيالة بمبلغ فارغ لصالح الطرف الثاني. الوثيقة الرابعة، توقيع على بياض أيضا لصالح الطرف الثاني بدون يدون فيه ما يريده الآخر من ضغوطات تصل إلى اعترافات تدين الطرف الأول كي لا يحيد عن سياسة الطرف الثاني. ووفق هذه الآلية حكم العراق بضغط من الأحزاب الشيعية حتى عام 2019، حيث ساهمت ثورة تشرين في الحد منها، كما ساهمت حكومة مصطفى الكاظمي في كسر آليات المحاصصة مع إنجاز مطالب الانتخابات المبكرة. ولهذا السبب
تعرضت حكومته لاتهامات مختلفة من قوى الإطار كونها لم تتشكل وفق آلياته. في هذه الأثناء أطلق الصدر تحركا حدده بدعم النظام والانقلاب على آليات المحصصة وفق بياناته المختلفة. مصادر عراقية كشفت أيضا أن الإطار كان يسعى لتسليم المؤسسات الأمنية كجهاز المخابرات والأمن الوطني وغيرها لميليشيات العصائب وحزب الله وسيد الشهداء، كما أن التنسيقي كان يخطط لتسليم وزارات لحليفه تحالف عزم السني على حساب تحالف السيادة، فضلا عن تجريد الحزب الديمقراطي الكردستاني من مكاسبه الانتخابية والحصول على رئاسة الجمهورية. يقسم بالقرآن أنه يسرق الشعب، يقسم بالقرآن أنه راح يسرق الوزارة، وبالفعل هذا اللي صار. احنا يعني الناس يسألون وين وزارة الصناعة؟ أنت تخيل وزارة الصناعة في زمن هذا صالح الجبوري، الموظفين يشترون الورق اللي يكتبون به على نفقتهم الخاصة. لماذا؟ لأن كل مشاريع الوزارة الصناعة كانت تروح لأبو مازن، ومشاريع وهمية، وموازنة وزارة الصناعة المخصصة تروح لوزير الصناعة وأبو مازن. هذا الشخص متهم بالاستيلاء وسرقة أكثر من 1,060,000,000,000 دينار عراقي، يعني 1,000,000,000,000 تقريبا موجودة في جيب أبو مازن. هذا الشخص في علاقتك قوية جدا في بنور المالكي وبالإطار بشكل خاص. كانت هناك أموال تعطى للإطار من قبل الإطار اللي لأبو مازن، والعكس صحيح. والعكس صحيح، بناء على صفقات معينة، بناء على مشاريع وهمية. هذا الشخص. طيب، ولكن هو كان مستقوي ولا يزال هو مستقوي بالإطار. طيب، يعني هو تابع للإطار وعلاقته جيدة مع نور المالكي ومع الإطار بشكل عام، ومحسوب على الإطار بالمناسبة. هي رسالة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، اللي هو خلينا نقول هو الحائط الأخير اللي موجود في العراق، واللي إلى الآن أنا لازلت إلى الآن أتأمل خير في القضاء العراقي، أنه يحاسب نور المالكي على التسريبات الأولى، ويحاسب أبو مازن، ويحاسب هذا الوزير وكل اللي موجودين. طيب، نقول عسى ولعل. من أربيل دكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. دكتور مهند أهلا بك. لفت نظرنا في الشرح التوضيحي اللي شرحناه موضوع وثائق الرضوخ لمن يريد أن يشكل حكومة، يعني شيك على بياض وأوراق واعترافات مفتوحة. أنت خرجت من السياسة وخرجت من الدستور إلى يمكن ما يمكن أن يقول شغل عصابات، يعني بشكل أو بآخر. إلى أي حد دكتور مهند رصدتم هذه الأشياء خلال ما بعد 2006 حتى السنوات الماضية 2019؟ مساء الخير أستاذ محمود، تحياتي لجنابك الكريم ولمشاهديكم الكرام. طبعا هذه الفضيحة الكبرى وهذه يعني الهشاشة العظمى التي يعاني منها العراق، لأنه يحكم بهذه الطريقة وبطرق يعني تضع فيها الأحزاب التي تشكل الحكومات التزامات ربما تفوق الحدود القصوى لأي مرشح أن يقوم بواجباته الدستورية وواجباته القانونية في استيزار الوزارة. وبالتالي أتصور بأنه هذه الالتزامات تأتي في إطار يعني الضغط الأكبر ومصادرة صلاحيات الوزير، وحتى مصادرة صلاحيات رئيس الوزراء ربما في بعض الأحيان من قبل هذه الكتل السياسية، والتي هي أيضا يعني تقاتل من أجل أن تخترق المؤسسات وتخترق الوزارات عبر مدراء مكاتب الوزراء، عبر وكلاء الوزارات والمدراء العامون الذين يعني تزج بهم هذه الأحزاب التي تشكل الحكومات، وتحديدا هي الكتل الأكبر والتي كانت من أغلبها قوى الإطار التنسيقي خلال الحكومات السابقة. وبهذه الطريقة تحكم المشهد وتقزم صلاحيات رئيس الوزراء، ولا يمكن له أن يتصرف أو يأمر وزراء، وحتى الوزراء يعني هم يكونوا مقيدين في التعامل مع واجباتهم. إذن هذه هي أو هذا هو جوهر المحاصصة السياسية الذي أدير به العراق، والذي لا تزال قوى الإطار التنسيقي تتمسك على أن تدير البلاد وفقا لهذه الآلية، والتي أوصلت الدولة إلى ما وصلت إليه من حافة الانهيار وتسيد الميليشيات والفصائل المسلحة على القضاء وعلى الدولة وعلى رئاسة الوزراء وعلى كل المؤسسات الأمنية.
فضلا عن ذلك عن الصورة الدولية التي وصل بها العراق إلى أعلى مؤشرات الفساد والهشاشة والتي هي تنذر بنهاية الدولة. يعني حتى الوزراء، يعني هل ممكن يتصور أحد أن نور الملكي حينما تولى رئاسة الوزراء أنه كتب على نفسه شيك على بياض أو كمبيالة أو قدم اعترافات مفتوحة للأحزاب الشيعية؟ طب ما هو واحد منهم أو واحد من يديرهم. هل حيدر العبادي فعل ذلك؟ هل حد يتصور أن عادل عبد المهدي ممكن يكتب على نفسه شيك للأحزاب الشيعية التي هو جزء من تشكيلها في خلفية حزب الدعوة؟ يعني هو السؤال ممكن ينطبق على من يأتي من خارج هذا الدولاب السياسي الشيعي يعني، لكن هل يمكن يتصور أن ذلك انطبق على من ذكرتهم؟ يعني بالنسبة للمالك يتصور بأنه هو هذا ميزان القوة، وهذه القاعدة التي تفرضها هذه الأطراف فهي التي تفرضها على من يريد أو على من يشارك في تشكيل الحكومة، بالتالي هي من تمتلك هذه الآليات وهي التي تفرضها على الآخرين، وبالتالي هي تكون في حل من هذا الأمر. وأتصور وهنالك أيضا رأي سائد في العراق أستاذ محمود بأنه حتى الآن رغم أنه قوى الإطار التنسيقي تعاني من تفكك، تعاني من انقسام حاد، لكن حتى الآن لم تظهر هذه الأمور على العلن ولم تتبنى قوى سياسية قد تكون قريبة من الصدر نهج الخروج من الإطار التنسيقي. ما هو الجامع؟ هل هو الجامع المشروع؟ أتصور بأنه الالتزامات على قادة الكتل السياسية يعني مسألة الفساد، وقد تصل هذه إلى جرائم كبرى بحق العراقيين، انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان وهي مشخصة، وربما تكون هذه موثقة لدى قادة الكتل الرئيسية من الإطار التنسيقي، وتبتز الآخرين، تبتز القيادات الأخرى. وإذا عدنا أيضا إلى حكومة عادل عبد المهدي الذي اقترف جرائم ضد الإنسانية بحق متظاهري تشرين، هو أيضا كان يعني خلال الأشهر القليلة بعد اندلاع ثورة تشرين، نعم، كانت تسريبات بأنه ليس هو من يقود البلاد بل غرفة العمليات المشتركة بقيادة سليماني وأبو مهدي المهندس وقادة الميليشيات هم من كانوا يتحكمون بالمشهد أمام سكوت مطبق من عادل عبد المهدي، وهذا لا يعني بأنه لا يتحمل مسؤولية، هو يتحمل مسؤولية بوصف القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت. طيب الحادث الآن، ما يحدث الآن هو دعوة المناظرة التي قدمها السيد الصدر للمختلفين معه في أن يكون هناك مناظرة علنية معلنة مع الإطار التنسيقي ومع من يريد، وعبر الوسيط عبر الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة في العراق. يعني هذه خطوة في أي إطار يمكن أن تقرأ دكتور مهند؟ يعني هل استنفذت الطرق الأخرى التي يمكن أن تكون حاكمة بين الأطراف حتى دخلنا إلى فكرة المناظرات؟ أستاذ محمود، يعني من يراقب المشهد السياسي والمشخص بشكل واضح بأنه السيد مقتدى الصدر هو يتقدم بخطوات على قوى الإطار التنسيقي وخصومة تحديدا من الثالوث المشؤوم حسب وصف الصدر للمالكي والخزعلي والحكيم. بالتالي ما حصل الآن أو ما أعلنه الصدر بأنه يطالب بمناظرة، أتصور بأنه أيضا يعرب أو يوضح حالة التقدم في الموقف والتقدم في المبادرات، وقد تكون في ظل هكذا أزمة سياسية أنها فكرة ابتكارية تحرج بشكل كبير القوى المعطلة وقوى الإطار التنسيقي، وتعالوا لنتصارح، يعني لسان حال الصدر، لنتصارح أمام الرأي العام العراقي والعالمي، ويعني كل يدلو بدلوه ليشخص من هو السبب الرئيس ومن الذي يتمسك بهذه الآليات التي تحدثنا عنها قبل قليل في المحاصصة وفي ابتزاز الوزراء والمسؤولين الحكوميين. إذن أتصور بأنه هذه الدعوة لن تلقى استجابة من قوى الإطار، وفي ذات الوقت القوى التي تنضوي تحت الإطار التنسيقي هي تعرف الأزمة على أنها أزمة مرشح لرئاسة الوزراء وهو السيد محمد الشياع السوداني، لكن الأزمة في جوهرها وما يتحدث به السيد الصدر وتقرير بعثة يونامي أو ما صرحت به بعثة يونامي يوم أمس بأنه العراق أمام آخر يعني تحدي هذا الذي يواجهه، أتصور بأنها أزمة دولة، أزمة نظام، أزمة انقلاب على آليات غير دستورية، انقلاب على آليات أوصلت الدولة إلى ما وصلت إليه، وهي فعلا هي من أجل ترسيخ الدستور وترسيخ سيادة القانون عبر ما يطرح من قبل السيد الصدر وما يؤيد هذه الطروحات من القوى السياسية والنخب الوطنية والشعبية. طيب اقتراح عقد جلسة للبرلمان في الإقليم، إقليم كردستان، هروبا أو التفافا على محاصرة البرلمان في بغداد. أولا، هل يقبل الكرد؟ وإن قبلوا، هل دخلوا في جهة صراع ضد الصدر مع الإطار التنسيقي؟
هذا سؤال مهم جدا وقضية مهمة جدا. الشق الآخر أستاذ محمود اللي تفضلت به حضرتك بأنه لاحظنا أنه إقليم كردستان حاول على طول الأزمة السياسية بأن لا يكون طرف مع الإطار أو مع التيار. صحيح التفاعلات أفضت إلى أنه يتحالف الحزب الديمقراطي مع تحالف إنقاذ وطن بقيادة السيد مقتدى الصدر، والاتحاد الوطني يعني انضوى مع الإطار التنسيقي، لكن بعد ما حصل من هكذا تفاعلات وانسحاب الكتلة الصدرية وتفاقمت الأزمة ووصلت إلى حد الصراع السياسي والأزمة الدستورية الخانقة، أتصور أمام هكذا وضع وهكذا مشهد يعني ليس من مصلحة إقليم كردستان أن يذهب باتجاه عقد جلسة خارج التوافقات السياسية وخارج الأطر السياسية. وهذا الموقف صدر من الحزب الديمقراطي بأنه لا يمكن أن يمضي بسياسة فرض الأمر الواقع التي تتبناها قوى الإطار التنسيقي وعقد جلسة دون أن تكون هنالك اتفاقات واستراتيجية لحل الأزمة السياسية. بالتالي لا أتصور أنه تحظى هذه الدعوة بقبول، وإذا حصلت فهي تعتبر تصعيدا كبيرا من قبل قوى الإطار، لأنه حتى لو حصلت الحكومة على الثقة سيكون مقرها في بغداد وهي ليست ببعيدة عن جمهور التيار الصدري الذي من الممكن أن يسقطها في أي وقت يشاءه أو يعني يحدده السيد مقتدى الصدر. دكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي أستاذ العلوم السياسية، دكتور مهند شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه تساؤلات في لبنان، هل ينتظر الاستحقاق الرئاسي نتيجة محادثات فيينا؟ من ناحية تجمع المتظاهرين وأيضا الانتشارات الأمنية المتفرقة، الذي يحدث في الخرطوم هو نتاج لتراكم من صراعات طويلة. الحوار المرتقب على ماذا سيرتكز؟ هنالك من يحرك هذه الأوامر ومن يصدر هذه الأوامر. تم استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين. نحن لسنا ضد العسكر، نحن ضد فكرة أن يحكم العسكر هذا البلد. لم يكن هناك أي عنف من جانب المتظاهرين. الحوار هو السبيل الوحيد. هل يمكن أن يوجد أي مبرر لإطلاق الرصاص وسقوط ضحايا؟ الشارع إلى أي حد هو محصن من الاختراق لإثارة البلبلة؟ 96 شهيدا حتى الآن. بعد قليل من المتوقع أن تنطلق هذه التظاهرات. ما الذي حدث لكي تجر البلاد إلى كارثة غذائية؟ التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا 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 لا، يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني تهاني، دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ ردا على تجديد زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله تهديداته باستهداف حقل كاريش للغاز سواء تم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران أم لا، أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير استعداد الجيش الإسرائيلي لأي تطور على الحدود بما في ذلك اندلاع معركة مع حزب الله. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه ينبغي أن تؤدي التوترات الأمنية إلى مواجهة عسكرية، مرجحا أنه إذا لم تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق نهائي مع الحكومة اللبنانية قد تحاول ميليشيا حزب الله مهاجمة إسرائيل واستفزازها. على جانب آخر، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن من يحدد وجهة انتخابات الرئاسة في لبنان هم الفرقاء المحليون وإيران فقط، مؤكدا أنه لا أحد في الخارج يبالي بانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان ولا من سيكون
الرئيس العتيد. واستغرب جعجع التساؤلات الصحفية حول انتخابات رئاسة الجمهورية وكلمة السر الخارجة عن الرئيس المرتقب، موضحا أن الإيرانيين وحدهم من يمكنهم أن يؤثروا في الاستحقاق الرئاسي من خلال حزب الله. واستبعد جعجع محاولات الربط بين انتخابات الرئاسة ونتائج محادثات فيينا، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه من المحتمل عدم وصول رئيس من فريق الثامن من آذار لسدة الرئاسة. نوضح أكثر حول إذا كان هذا يعني رأي سمير جعجع، فماذا يمكن أن يحدث نتيجة كل هذه النتائج؟ هو يرى أن مسار مفاوضات فيينا ربما هي تكون الحاسمة. ينتظر لبنان الغارق في الأزمات إمكانية إحداث خرق في المنطقة قد يشمله. يرى هؤلاء أن لتوقيع الاتفاق المحتمل بين اتفاق فيينا وعودة الأمريكيين إلى الاتفاق النووي يحدث نتيجة مباشرة على دور ميليشيا حزب الله في الداخل اللبناني وزيادة نفوذه هناك، حيث ستستفيد الميليشيا من التغطية الإيرانية وامتلاكها سلاحا يفوق بمراحل ما كانت تمتلكه سابقا، أي حين تم توقيع الاتفاق الأساسي قبل 7 سنوات. الحزب حاليا يستعرض قوته ويحاول ترسيخ موقعه ومرجعيته في أي حل أو تسوية للوضع اللبناني المتأزم، لا سيما عند التفاوض في ملف ترسيم الحدود. غير أن محللين أكدوا أن حزب الله يفتقد القدرة على قلب الأوضاع رأسا على عقب، أو التصعيد أقل في الداخل اللبناني رغم قوته وبنيته المستقلة ماليا وعسكريا، نظرا لأنه يحاول تعويض تراجع محوره في الانتخابات النيابية الأخيرة في التصعيد إقليميا، لافتين إلى اضطرار حزب الله للتراجع وإن في حدود معينة، لإدراكه بأن لبنان عصي على إنتاج تسويات أو النهوض دون مساعدات عربية أو دولية. مرجحين أيضا عدم قدرة الاستمرار على ما لا نهاية في سياسته في ظل الانهيار القائم في البلاد. هؤلاء المحللون استبعدوا تقديم حزب الله أي التنازلات بسهولة طالما أنه يتمتع بالقوة والقدرة على حسم الأمور والقرار. هذه التعقيدات التي يعيشها لبنان تنسحب على أزمة الحكومة والاستحقاق الرئاسي في غياب التوافق وإمكانية استمراره حتى انتهاء المهلة الدستورية أواخر أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن يبقى ميشيل عون حتى آخر يوم من ولايته أو بعدها طالما لم يتم الاتفاق على رئيس يترك ضمانات لتياره في التأثير السياسي أو القرار، وهو ما يصب في مصلحة حزب الله. غير أن انتخاب الرئيس وفق محللين لن يكون متاحا على طريقة عام 2016 في حال تم التوصل لاتفاق في فيينا. المقصود هنا رصد تأثير عربي وغربي في الاستحقاق الرئاسي. سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي من قوسيا نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة. نوفل أهلا بك. في البداية يعني واضح أن هناك أجندات سيناريوهات في ذهنية حزب الله قد تطيل أمد بقاء ميشيل عون في سدة الرئاسة، أو قد تأتي بمن يوليها بشكل أو بآخر. مع أي سيناريو أنت ربما تقرأ ذهنية حزب الله في التعامل مع منصب رئيس الجمهورية؟ ما يهم حزب الله في هذه المرحلة كما في كل المراحل هو أن يمسك أو أن يقيم ازدواجية بين الإمساك بالوضع العسكري القائم على الأرض من خلال سلاحه وبين الوضع الدستوري من خلال الإمساك بالمؤسسات الدستورية في لبنان. إذا كان موضوع الإمساك بالوضع العسكري على الأرض متاحا لحزب الله من خلال قراره بدون العودة إلى الآخرين، ففي المقابل فإن الإمساك بالمؤسسات الدستورية سيكون مستحيلا على حزب الله ما لم يكن ذلك من خلال تواطؤ أو من خلال تسوية يقيمها الحزب مع الفرقاء السياسيين في لبنان. تاريخيا ومنذ العام 2005 تمكن حزب الله في مراحل كثيرة من أن يحسم الأوضاع العسكرية أو أن يفرض أمرا واقعا، إما بقوة الاغتيال وإما بقوة السلاح والمعارك كما حصل في 7 أيام. ولكن كان على حزب الله دائما من المستحيل أن يمسك بالمؤسسات الدستورية سواء كان على المستوى الحكومي أو على مستوى رئاسة الجمهورية إلا من خلال صفقة وتسوية يقيمها مع الآخرين في لبنان. إذا كان الآخرون في لبنان ومن كانوا يسمون في السابق بقوى 14 أدار
ومن يطلقون على أنفسهم اليوم تسمية القوى السيادية، إذا لم يدخلوا في صفقة وتسوية مع حزب الله فسيكون من المستحيل على الحزب أن يمسك بالمفاصل الدستورية للدولة اللبنانية، سواء كان ذلك من خلال رئاسة الجمهورية أو من خلال الحكومة. لكن سيناريو إطالة أمد الأزمة التي ينتج عنها بقاء ميشيل عون، لأنه لن يترك، يعني لن يترك مكانه إلا إذا كان هناك يعني البديل، يعني هل هو سيناريو موجود؟ لأنه البعض يقول أنه منطقي شوية، يعني ربما في الواقع سيؤدي إلى هذا التوتير. فضل. هذا ليس منطقيا على الإطلاق ولا علاقة له بالدستور اللبناني. الدستور اللبناني بشكل واضح آخر يوم من عهد رئيس الجمهورية، انتخب رئيس أو لم ينتخب رئيس، الرئيس الموجود في بعبدة عليه أن يترك قصر بعبدة. سبق أن حصل ذلك بشكل واضح، لم يكن هناك رئيس للجمهورية في نهاية عهد الرئيس ميشيل سليمان. الرئيس ميشيل سليمان في آخر يوم من ولايته الساعة 12 مساء غادر القصر الجمهوري في بعبدة وتسلمت السلطة الحكومة التي كانت قائمة يوما. الآن هناك من يحاول اللعب على يعني على الاجتهادات وتفسيرات وخلق الواقع جديد من خلال القول بأنه إذا كانت حكومة تصريف أعمال لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تتولى السلطة. بالنهاية الحكومة التي ستتولى السلطة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستكون حكومة تصريف أعمال، سواء كانت حكومة حاصلة على ثقة أو حكومة مستقيلة. الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية هي حكومة تتولى الصلاحيات بصورة استثنائية ومؤقتة جدا وإلى حين انتخاب رئيس جمهورية. هذا النص الدستوري واضح، وكل ما عدا ذلك هو فذلكات ومحاولات محاولات إيجاد أمر واقع جديد اعتقد له بالدستور اللبناني. سمير جعجع يقول أو يتوقع عدم وصول فريق رئيس من فريق الثامن من آذار، يعني هذه الرسالة كيف تفسرها أو كيف تفهمها أستاذ نوفل؟ يعني أفهمها بأن الفريق الذي أقام مع حزب الله صفقة بشكل مباشر أو غير مباشر في العام 2016 لإيصال ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، هذا الفريق أتمنى بحسب وأفهم كلام الدكتور سمير جعجع بأنه لن يكون مستعدا هذه المرة لقيام صفقة أو لعقد صفقة مع حزب الله. يقصد من؟ رئاسة الجمهورية. يقصد من أستاذ نوف؟ بالنهاية يقصد كل الناس الذين يعني في المرة السابقة كل قوى 14 أدار السابقة هي التي عقدت اتفاق مع ميشيل عون. تيار المستقبل يومها أقام اتفاقا مع ميشيل عون، وبالتالي ميشيل عون كان يعرف بأنه مرشح حزب الله. كذلك فإن القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع أقاموا تسوية مع العماد ميشيل عون وبالتالي بشكل غير مباشر مع حزب الله، ويومها وليد جملاط صار أيضا في هذه التسوية. الآن يبدو أنه دكتور سمير جعجع لا يريد أن يسير بمثل هذه التسوية. بطبيعة الحال أيضا هناك نواب السنة في لبنان لا يريدون السير بمثل هذه التسوية. وليد جملاط كان واضحا على الرغم من استقباله وفد من حزب الله الأسبوع الماضي بأنه لا يريد مرشحا من قوى 8 أدار. نأمل أن يستمر هؤلاء الفرقاء في موقفهم وعدم التراجع في اللحظة الأخيرة والاستمرار في المواجهة لمنع مرشح حزب الله من الوصول إلى رئاسة الجمهورية. طيب أيضا كلام الدكتور سمير جعجع هو فكرة ارتهان الداخل اللبناني بالخارج وتحديدا فيينا وتحديدا إيران، يعني ممكن الأمور تؤول وتفسر بأشكال كثيرة جدا، يعني إذا عادوا إلى الاتفاق النووي سيزدادوا قوة وبالتالي حزب الله سيزداد قوة وبالتالي الداخل اللبناني يخسر، والعكس في هذا الأمر. هل يفهم بهذه الطريقة أم كان يقصد شيئا آخر ربما لم يصلنا؟ يعني في الحقيقة أنا أيضا يعني لم أتمكن من معرفة ما وراء هذا الكلام، ولكن عمليا سواء حصل اتفاق فيينا أو لم يحصل، قوة حزب الله لن تتغير بالمفهوم الدستوري. قوة حزب الله هو عدد النواب الذين يوالون حزب الله والذين يسيرون في ركاب حزب الله في هذه المرحلة. اتفاق فيينا أو غير اتفاق في فيينا سيبقي على قدرة السياديين في لبنان وقوى 14 أدار السابقة يملكون عمليا إذا اتحدوا ما يقارب نصف النواب، وبالتالي إذا لم يتمكنوا من إيصال الرئيس الذي يريدون فعلى الأقل هم قادرون على منع الرئيس الذي يرشحه حزب الله من الوصول. هذا الكلام واضح جدا، وأنا أعتقد أنه اتفاق فيينا حصل أو لم يحصل
في أسوأ الاحتمالات فإن تأثيره سيكون على القدرة العسكرية لحزب الله أو على قدرة حزب الله على استخدام قوته العسكرية. لكن بالمفهوم الدستوري إذا لم يقبل قوى 14 أذار السابقة بمرشح حزب الله فهذا المرشح من المستحيل أن يصل إلى الرئاسة. طب أستاذ نوفل، يعني آخر أكتوبر مش بعيد، يعني إحنا في أواخر أغسطس وبالتالي بنتكلم على شهرين تحديداً. الشهرين دول زمن سياسي ضيق، يعني لو هناك تحركات لإنجاز منصب ما خصوصا منصب الرئيس أو غير المناصب الأخرى فلابد أن يكون لها ملامح موجودة. الحالة لا تشي بأن ثمة شيء يمكن أن ينجز على المسار الرئاسي، وبالتالي ما هو توقعك للتعامل في هذه المدة الضيقة الشهرين القادمين دول؟ يعني ما الذي يمكن أن نتفاجأ ونراه يحدث؟ المشكلة في لبنان أنه هناك مشروع واضح المعالم اسمه مشروع حزب الله بكل أسف، وفي المقابل ليس هناك من مشروع واضح. هذه هي المشكلة الحقيقية التي نعانيها في لبنان الآن. أنا أعتقد أنه مكونات المشروع المواجه لحزب الله متوافرة إذا أراد من يريدون مواجهة حزب الله أن يواجهوه فعلا، وبالتالي التهرب من المسؤولية دوما والقول بأن المشكلة هي مشكلة خارجية ليس في مكانه. وهنا أنا أعود إلى كلام الدكتور سمير جعجع، إذا أراد فعلا اللبنانيون أن يواجهوا مشروع حزب الله فهم قادرون على ذلك. السؤال وعلامة الاستفهام الكبرى، هل يريد اللبنانيون فعلا أو من يسمون أنفسهم بالسياديين هل يريدون فعلا مواجهة مشروع حزب الله أو يريدون عقد تسوية على المناصب الرئاسية والحكومية والنيابية المستقبلية؟ أزمة لبنان السابقة خلال السنوات الماضية كانت بأنه مواجهة حزب الله كانت تتم دائما بصفقة وتسوية مع حزب الله، وبالتالي كنا نصل من سيء إلى أسوأ. علامة الاستفهام الكبرى الآن هي هل يريد اللبنانيون فعلا أن يواجهوا مشروع حزب الله وأن يضعوا حدا لهذا المشروع؟ إذا أرادوا فعلا أن يقوموا بهذا الدور فهم قادرين، وهذا لا يعني كما يحاول البعض تخويف اللبنانيين عند كل مناسبة بأنه مواجهة حزب الله تعني الحرب الأهلية في لبنان. لا، مواجهة حزب الله تعني أنه عدم تأمين التغطية السياسية لمشروع حزب الله العسكري والأمني في لبنان والمنطقة. إذا أراد فعلا اللبنانيون أن يواجهوا هذا المشروع فهم بمقدورهم. طبعا حزب الله لن يتغير شيء في موازين القوى العسكرية، هو قادر على فرض أمر واقع، ولكن الفرق عندها أنه المجتمع الدولي كله سيعرف بأنه ما هو قائم في لبنان هو موضوع قائم بالقوة وليس موضوعا دستوريا وليس موضوعا له علاقة بالمعادلات الدستورية في لبنان. وهذا فرق كبير بين أن يخرج حزب الله على الرأي العام اللبناني والدولي ويقول هذه هي الديمقراطية وبالتالي أنا موجود بقوة الديمقراطية، وبين أن يقال بأن حزب الله موجود بقوة السلاح وموجود فقط بعملية الفرض وليس بعملية الدستور اللبناني. أستاذ نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم الشباب على فندق في مقاديشيو إلى 30. مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث.
ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنه عناصر حركة الشباب الإرهابية على فندق في العاصمة الصومالية مقاديشيو إلى 13 شخصا وفق ما أفاد قائد أمني. واقتحم المهاجمون فندق مساء أمس الجمعة بسيارتين ملغومتين، ثم بدأوا في إطلاق نيران أسلحتهم. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم. التهديدات الإرهابية تتصاعد في القارة السمراء، خصوصا في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، في ظل اتساع نطاق أنشطة الجماعات المتطرفة الموالية لتنظيمات دموية مثل داعش والقاعدة في المنطقتين. دول المغرب العربي المتاخمة لمنطقة وسط وغرب إفريقيا تواجه تحديات إرهابية كبرى، نقف في هذا التقرير عند موريتانيا ومواجهتها لهذه التهديدات الإرهابية. موريتانيا أطول دول الجوار المالي حدودا مشتركة معها. الشريط الحدودي الذي يتجاوز 2500 كيلومتر يجعل أبواب موريتانيا مشرعة على إحدى أكثر بؤر الإرهاب سخونة في القارة الإفريقية، بما يطرحه ذلك من تحديات أمنية. الأمن فيه متدهور إلى أقصى درجة، ويظهر ذلك من خلال نمو الجماعات، ما يوصف بالجماعات الجهادية والجماعات الإرهابية، وكذلك الجماعات المسلحة ذات الطابع الإجرامي. وهذا طبعا سوف تتأثر به لا محالة الحدود المشتركة مع جميع جوار مالي بما فيها موريتانيا. طالت اعتداءات الجماعات الإرهابية موريتانيا منذ عام 2005، حيث فقدت عشرات الجنود في المناطق الشمالية من البلاد، وأحبطت عمليات تفجير كانت ستكون مدمرة في استهداف المصالح الأجنبية والمنشآت السيادية الموريتانية. بدون شك فإن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها موريتانيا ما بين 2005 و2012 عززت الحضور الأمني القوي لموريتانيا، وألزمتها كدولة في مواجهة الإرهاب أن تكون لديها استراتيجية واضحة وقوية. أعتقد أن الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا هي المعتمدة الآن في دول الساحل. موازاة مع المقاربة الأمنية العسكرية، تبنت موريتانيا مقاربة فكرية لمحاربة التطرف العنيف، أسند تنفيذها لوزارة الشؤون الإسلامية. وتسعى المبادرة إلى ثني الشباب عن تبني الفكر المتطرف والحوار مع السجناء المنتمين إلى تلك الجماعات لإقناعهم بنبذ العنف. موريتانيا قامت بتجربة هامة بدأت سنة 2010، وهي تجربة الحوار الفكري مع مجموعة من الشباب السلفيين الذين يحملون هذا الفكر المتطرف. وقامت الدولة وخاصة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بتنظيم لقاءات مع هذه المجموعة ومواجهة مع كوكب من العلماء لنقاش المفاهيم الإسلامية الأساسية التي مع الأسف يفهمونها فهما خطأ. أخفقت محاولات الجماعات الإرهابية في استهداف القوات والمصالح الموريتانية منذ 2012، وتعزز أمن الحدود بعد تأسيس مجموعة الخمس في الساحل التي تضم إلى جانب مالي وموريتانيا النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، لكن التهديد يظل قائما ما لم يتم القضاء على المنظمات التي تنشط على امتداد الساحل. إبراهيم مصطفى، الحدث، نواكشوط. معنا من الرباط موفد الحدث الخليل ولد جدود الخليل، أهلا بك. يعني اسمح لي الخليل لن أبدأ معك من موريتانيا، ولكن ما يصلك من الصومال، يعني تحديدا حركة الشباب وبعض الإنجاز السياسي الذي قيل أنه تم مؤخرا، والبعض قال أن ما يقوم به حركة الشباب هو تعطيل للمسار السياسي، لأنه ما يحدث في الصومال ليس بعيدا عما يحدث في مالي أو موريتانيا أو دول الساحل. يعني مرحبا محمود. هو في الواقع هذه الشبكات الإرهابية الإجرامية مترابطة، وهي جميعا في إفريقيا تعود لديها مرجعية واحدة وهي تنظيم القاعدة أو داعش. ما يحدث في الصومال أو في نيجيريا يؤثر بشكل أو بآخر فيما يحدث في دول الساحل الإفريقي، على الأقل فيما يخص النظر إلى زعامات إرهابية في المنطقة
أو لأعمال وعمليات معينة كنموذج يسعى شبان يائسون تم تجنيدهم لتكرار تجارب مثل هذه في دول الساحل. موريتانيا الآن تواجه تحديات كبيرة، أمنها القومي في خطر كبير بالنظر إلى أن الضغط الذي تمارسه قوات متعددة على المجموعات الإرهابية التي تنشط في المثلث الحدودي ما بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هذا الضغط يدفع الكثير من العناصر الإرهابية والتنظيمات إلى العودة إلى مثلث حدودي كانت تنشط فيه بقوة في بداية الألفية وفي نهاية التسعينات، وهو المثلث الحدودي الموريتاني الجزائري المالي، ومنه كما تعلم محمود كان تنظيم القاعدة نفذ هجمات دامية استهدفت سكنات وقواعد للجيش الموريتاني. الآن لدينا معلومات وتقارير تحدث عن نشر شركة فاغنر للمرتزقة الشركة الروسية، وروسيا التي ترتبط الآن بتعاون أمني وعسكري وثيق مع الطقم العسكري الحاكمة في مالي، نشرها لطائرات ولمعدات عسكرية في منطقة تيكا وغير بعيد عن الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، وذلك غداة الانسحاب الفرنسي النهائي من مالي. إذا كثف هل الانسحاب أثر خليل؟ يعني أنت تتحدث عن أن فرنسا تزعمت وكونت يعني قوات مواجهة التطرف والإرهاب في هذه المنطقة، انسحابها ترك فراغا ملأته التنظيمات الموالية للقاعدة، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعناصر داعش أيضا التي تتحرك في الأطراف الأخرى. أي هذا هو الواقع الآن، وكل المؤشرات تشير إلى أن الوضع الأمني في الساحل سيزداد سوءا وأن الأزمة ستتفاقم. أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم. صحيح أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي وساءت علاقتهم بفرنسا استبدلوا الوجود العسكري الفرنسي بوجود روسي، المئات من مقاتلي فاغنر الشركة المرتبطة بشكل أو بآخر بالسلطات وبالكرملين، لكن الروس لا يمتلكون المعلومات ولا يمتلكون الخبرة في المنطقة مثل ما يمتلكها الفرنسيون. المعلومات التي تساعد في صد هجمات إرهابية أو في تنفيذ هجمات أو في تنفيذ عمليات ناجحة على معاقل المتطرفين أو اعتراض المتطرفين في منطقة مفتوحة مثل شمال مالي أو شمال النيجر وفي الساحل بشكل عام، هذه المعلومات لا تمتلكها إلا الأجهزة الفرنسية والجزائرية وإلى حد ما الموريتانية، هي التي لديها المعلومات ولديها خبرة كبيرة في هذه المنطقة. لذلك التعويل على الروس في مقاومة الإرهاب في الساحل الإفريقي أعتقد أنه سيكون في النهاية كما يقول الكثير من المحللين والمراقبين لتطورات الساحل سيكون رهانا خاسرا. مثلث موريتانيا مالي الجزائر، إلى أي حد يمكن أن يكون محل تهديد من قبل هذه الجماعات الخليل خلال الفترات القادمة في ظل هذه الفراغات الكثيرة وليس فراغا واحدا؟ صحيح، هناك توجس الآن من عودة التنظيمات الإرهابية لتنشط بكثافة وبقوة في هذا المثلث الحدودي. موريتانيا اعتمدت مقاربة ناجحة للإرهاب، الجزائر بعد العشرية السوداء استطاعت أن تبعد الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة خارج حدودها. موريتانيا صدت هجمات إرهابية ونجحت في إجهاض الكثير من العمليات، ومنذ العام 2012 توقفت الهجمات التي كانت تستهدف سكنات وقواعد للجيش الموريتاني. الآن موريتانيا تنفق كثيرا على أمن حدودها الطويلة مع مالي، تساعدها بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، ويساعدها الفرنسيون والولايات المتحدة الأمريكية قوة أفريكوم هناك تنسيق معها. وخلال الأشهر الأخيرة الفترة الأخيرة لاحظنا تنسيقا مكثفا وتعاونا متناميا بين موريتانيا وحلف الناتو. بالنظر إلى المخاطر الكبيرة في المنطقة أعتقد أن الحليف الرئيسي لموريتانيا في المرحلة المقبلة هو حلف شمال الأطلسي.
نعم، أنا بشكرك الخليل ولد جدود مفدنا إلى الرباط، شكرا جزيلا لك. أكمل في هذا الموضوع من القاهرة أستاذ أحمد كامل البحيري الباحث في شؤون الأمن والإرهاب. أستاذ أحمد أهلا بك. ما قامت به حركة الشباب في الصومال يطرح أسئلة كثيرة جدا في إطار علاقة هذه الحركة المتوترة والمتصارعة في وقت من الأوقات مع داعش، وفي نفس الوقت في ظل إرباك الحالة السياسية التي قد يراها البعض تتقدم بشكل أو بآخر. لو ترصد لنا تلك العلاقة ما بين حركة الشباب وداعش في داخل الصومال من بعض المبايعات التي تبعناها إلى بعض الصدمات في أوقات أخرى. يعني صحيح، يعني منذ عام 2016 وهناك استهداف رئيسي من قبل تنظيم داعش للتواجد في منطقة شرق أفريقيا بشكل عام وخاصة في الصومال. نجح تنظيم داعش في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، ثم توسع وتمكن بقوة خلال الثلاث أعوام الماضية منذ عام 2019 حتى الآن في منطقة وسط أفريقيا، موزمبيق والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وأصبح البؤرة الأضعف بالنسبة له لعمل ما يسمى بهلال داعشي من منطقة الساحل الأفريقي وصولا بوسط أفريقيا للشرق الأفريقي هي منطقة الصومال. لذلك بدأ التنظيم للتركيز بشكل كبير جدا على استقطاب بعض العناصر المنشقة عن شباب المواجهين وبعض العناصر المتواجدة من المتطرفين في الداخل الصومالي، ولكن لم ينجح تنظيم داعش بقوة في خلق تأثير قوي مقارنة بشباب المواجهين. وإن كان خلال العام الماضي خلال عام 2021 وبداية هذا العام بدأ ينشط تنظيم داعش بتنفيذ بعض العمليات الموجهة ضد شباب المجاهدين، وتمكن من عمل العديد من العمليات الإرهابية وأسفرت عن مقتل العديد من عناصر شباب المجاهدين. آخر محاولة لتنظيم داعش كان منذ أقل من 20 يوم عندما أصدر تنظيم داعش الفيديو الشهير الخاص بالصومال وتحدث وخاطب ودغدغ مشاعر عناصر شباب المجاهدين، وقد تزامن هذا الفيديو قبل أيام قليلة من مقتل أو الإعلان عن مقتل أيمن الظواهري. وهو محاولة أيضا، وأنا أعتقد أن الفترة القادمة سيركز تنظيم داعش بقوة مستغلة حالة مقتل أيمن الظواهري وحالة الارتباك التي تصيب بتنظيم القاعدة، وإن كان تنظيم شباب المجاهدين له حالة استثنائية بالارتباط التنظيمي مع تنظيم القاعدة، هو حالة محلية أكثر منه ارتباطا تنظيميا بتنظيم القاعدة، إلا أن الارتباط هو ارتباط فكري، ولكن يسعى تنظيم داعش خلال المرحلة الأخيرة لمحاولة استغلال هذه الحالة وهذا الفراغ في مزيد من المكاسب، خاصة من استقطاب عناصر من شباب المجاهدين. حركة الشباب يعني هل هي مع أو ضد؟ لأن البعض يتحدث عن وقرأنا بعض العناوين بأنها بايعت داعش بشكل أو بآخر، أو أطراف منها بايعت داعش، والبعض الآخر يتحدث عن الصراع، وأنت تتحدث عن الصراع، وهناك أدلة فعلا ومواقع بهذا الشكل. يعني هل يمكن القول أنك تتحدث عن شباب مجاهدين صحيح كتلة واحدة، أم أنها كتلة منقسمة على ذاتها؟ يعني لا طبعا، يعني خليني انا بقرب المفهوم بتاع شباب المجاهدين كده بحركة طالبان، هناك حقاني وهناك الجناح السياسي إن صح التعبير. أيضا شباب المجاهدين هناك تركيبة، يعني المكون الأساسي لشباب المجاهدين هي قبائل وعشائر كثيرة وقوية ومؤثرة. الحالة عشان كده بتكلم على أن شباب المجاهدين هي الحالة الوحيدة القاعدية فكريا ولكن ذات صبغة قوية محلية لترتيبات داخلية محلية. هناك تباينات في المواقف لا علاقة بأطراف القبائل والعشائر المكونة لشباب المجاهدين، نعم وبقوة، وهي أبرز حالة مؤثرة فيها القبائل والعشائر مقارنة بنصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل الأفريقي أو في أنصار الدين وحراس الدين في سوريا أو حتى في تنظيم القاعدة في اليمن. لذلك شباب المجاهدين هناك تباينات نعم، ومن ثم هناك تركيز أكثر على الوضع المحلي الداخلي منه ما يسمى باستهداف قوى غربية، بمعنى أن شباب المجاهدين توقفت تقريبا عن محاولات استهداف للقوات الأمريكية أو قوات غربية، وبتركز بشكل كبير جدا على الداخل الصومالي. هو ده بيسموه في المفاهيم المتطرفة العدو البعيد والعدو القريب. دائما القاعدة تركز على العدو البعيد، على مواجهة الولايات الأمريكية، على مواجهة الغرب. التنظيم شباب المجاهدين غير هذه الحالة وبدأ يركز أكثر على الداخل الصومالي من مواجهة الغرب، كنوع من حالة الداخلية ذات الصبغة الداخلية لحسابات سياسية في الداخل الصومالي. نعم، مالي وما يحدث في مالي، انسحاب الفرنسيين، تقليل الحالة الاختناق التي كان يقوم بها التحالف الدولي لمحاربة الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، كيف استفاد الشباب؟ هل استفادوا منها أم القاعدة هي التي استفادت؟ يعني
لا طبعا هناك حالة استفادة منذ إعلان ترامب بتوقف القوات العسكرية المحاربة في الصومال على سبيل المثال، على الرغم أن بايدن أعلن عودة القوات مرة أخرى للتواجد ولمكافحة الإرهاب. نفس الأمر هو الموجود في منطقة الساحل مع انسحاب القوات الفرنسية والقوات الفاعلة في هذا الأمر، وإن كان التحالف الدولي لمواجهة داعش بدأ خلال هذا العام منذ اجتماع روما ثم الاجتماعات المتتالية وآخرهم اجتماع المغرب نواكشوط حوالين فكرة مكافحة التنظيم وعودة تنظيم مكافحة أو التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب للتركيز أكثر على منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة مع تنامي دور تنظيم داعش بقوة وإعادة انتقال أو إعادة تموضع جديد لنصرة الإسلام والمسلمين عندما انتقلت من المثلث الحدودي ما بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر وانتقلت إلى الشمال على الحدود بالقرب من الحدود الجزائرية الموريتانية لشمال مالي، وهنا أصبح خطر يهدد سواء موريتانيا من ناحية أو في دولة الجزائر أو منطقة بلاد المغرب العربي. طيب البعض يتوقع أستاذ أحمد وأخذ رأيك في هذه النقطة أنه فكرة التضييق على التنظيمات الإرهابية هنا في المشرق في سوريا وفي العراق وفي غيرها تحدث نزوحا وهروبا إلى أفريقيا، يعني البعض يقول أفريقيا هي التي ستكون مجالا خصبا لتنامي هذه الجماعات التكفيرية وداعش والقاعدة وغيرها. يعني 100% هذا الكلام منذ اللحظة الأولى لمكافحة تنظيم داعش قبل حتى سقوط البغوز آخر نقطة ارتكاز لعاصمة ما يسمى بالدولة الخلافة الداعشية في مارس 2019، والجميع يتحدث عن أن أفريقيا ستكون هي البؤرة الأكبر. والمتابعة لرصد العمليات الإرهابية خلال العام الجاري منذ يناير الماضي حتى الآن نجد هناك تنامي للعمليات الإرهابية لتنظيم داعش في غرب أفريقيا في المقام الأول ووسط أفريقيا، وصل أن غرب أفريقيا أصبحت تحتل المرتبة الأولى عن العراق وسوريا بعدد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش. حتى وصل خلال الشهر الماضي، وهو دي يعني بناء على رصد للأمر، تم إعادة هيكلة الأفرع لتنظيم داعش، فقام تنظيم داعش بفك الارتباط أو خلق ولاية جديدة اسمها ولاية الساحل مختلفة عن ولاية غرب أفريقيا، وفصل موزمبيق وسمى موزمبيق ولاية مستقلة وفصلها عن ولاية وسط أفريقيا لمزيد من الولايات ومزيد من الانتشار. لذلك أصبحت أفريقيا بالفعل هي الوجهة الرئيسية الاتجاه غربا من الشرق للغرب، سواء بالنسبة لتنظيم داعش أو حتى بالنسبة لتنظيمات التابعة لتنظيم. النزوح من إفريقيا إلى المناطق العربية، أقرب دولتين هم ليبيا والجزائر. الجزائر تعاني وعانت كثيرا ولديها مواقف حاسمة، ليبيا هشة ومفتوحة على كل الاتجاهات، وبالتالي لا أحد يمكن أن يحدث انتقال عكسي من إفريقيا إلى ليبيا وإلى الجزائر ومنها إلى الدول العربية. يعني خلينا خارج الجزائر، الجزائر حتى هذه اللحظة ناجحة بقوة في محاولة تأمين حدودها، وهذا أمر يحسب لها بالرغم أن هناك بعض العمليات كده البسيطة وبعض العناصر اللي بيتم متابعتها في بعض المناطق الجبلية والقبلية في الجزائر. لكن تنظيم داعش هو بالفعل لديه فرع رئيسي، فرع تنظيم داعش في ليبيا، ومتمركز بشكل أساسي في منطقة الجفرة في وسط وجنوب ليبيا، وقام بالعديد من العمليات الإرهابية. هناك تراجع لنشاط تنظيم داعش خلال هذه المرحلة الماضية، وخاصة بعد مزيد من فرض السيطرة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على بعض مناطق تمركز التنظيم في وسط وجنوب وسط ليبيا جنوب الجفرة، إلا أن التنظيم ما زال مستمر ويقوم ببعض المناوشات والعمليات، كان أخرها منذ أقل من شهرين عندما قام بعملية كبيرة في هذه المنطقة بشكل أساسي. لذلك ليبيا هي المؤهلة الأول لعملية الانتقال العكسي من بعض الولايات سواء من غرب أفريقيا أو من وسط أفريقيا إلى ليبيا، ومن ثم هناك تأثير مباشر وخاصة على والجوار الليبي وعلى رأسها الدولة المصرية في عملية تأمين الحدود الغربية أو التعاون مع الجيش الوطني الليبي في محاربة أو عدم انتقال عناصر إرهابية إلى الداخل المصري. نعم، لكن فكرة الرصد والمواجهة في هذه الحالة تستوجب حراكة عربيا وليس يعني كل دولة على حدة. أستاذ أحمد
طبعا بالفعل. وعشان اعتقد ان جزء من الدور اللي لعبته مصر خلال السنوات الثلاثه الماضيه هو خلق ما يسمى باجتماعات اجهزه الاستخبارات العربيه. نعم. وهو تم ليها أكثر من 3 اجتماعات في القاهرة لحضور رؤساء أجهزة المخابرات العربية في محاولة تبادل المعلومات الخاصة ما بين الجميع في مواجهة الإرهاب وحماية الحدود. بشكرك أستاذ أحمد كامل البحيري، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، استراحة قصيرة، نعود بعدها لنفتح بقية ملفات الساعة الثانية.